مرحبا بكم مشاهدينا الكرام على قناة مشاريع المغرب، معكم أخوكم سيمو، يرحب بكم كالعادة من داخل المغرب وخارجه. كنرحبوا بالناس اللي التحقوا بنا جداد، كنقولوا لهم أهلا وسمنوع الدوبلاج. صافي تفاهمنا، راه لا مشيتي دوبلتي، اسمحوا لي أخوتي، راه العيا العذاب تما، راه التكرفيس. جبتكم في واحد المكان بانورامي جميل وخطير، كيحمل جوج ديال الاوصاف، منظر رائع وطبيعي وجميل، ولكن في نفس الوقت كيشكل واحد الخطر. لاحظوا معايا هذا الجبل، ولاحظوا معايا بحال طرقات افغانستان الله يحفظ، يعني دايرين الطريق لتحت وفوق منك الصخر، خطير 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 جدا. وغادي نشوفوا الشلال اللي تفرقع، شلال ديال المياه، لاحظوا معايا انا راه بحال شي كهف واقيلا. ربي السلامة وصافي. هنا كاينة الخطورة خوتي، هنا كاينة الخطورة، هنا بزاف، لأن هاد البلاصة هادي تحت ديالها راه خاوي. كي باغي تزيد فين؟ زيد السي مورا، باقي باغيناك، رجع. لاحظوا معايا مشاهدينا، وحنا كنقتربوا للشلال اللي تنفجر، ما شاء الله ما شاء الله. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا فضل من الله ونعمه. شلال وفين وصل الماء؟ شوف وصل الماء فين، انفجر بلاصه اخرى عاوتاني، هذا غادي هنا وكاين الماء عاوتاني مفرقع من شي بلاصه اخرى. يا سبحان الله، ما شاء الله. بسبب الماء دايرين له، بناو له هنايا، دايرين له جعبة، ما شاء الله. ها هو شلال اخر عاوتاني، ما شاء الله. شوفو كيايا وين سنين هنا، راه لكثر الماء، الله يستر وصافي. سبحان الله يا سبحان الله، ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم، الله يعاون اخويا، السلام عليكم، الله يعاون. هادشي ما كانش واقيلا عاد كثر هاد الايامات ياك، كان قليل ولكن بعد الزنزال انفجر الماء، ما شاء الله. سميت هاد البلاصه هادي؟ تيزين تيست، تيزين تيست، تيزين تيست، ما شاء الله. نعم سوداتاي. يا اخوي خليها، شوف شوف، لا راه عندي واحد الكاس، عندي هذا بنجيبو، انا راه نجيب الكاس، انا نجيب الكاس. مسكين عرض عليا قال لي هاك تشرب اتاي، ولكن انا غادي نسولو شنو، واش هو اللي كيصاوب شي حاجه هنا خدام؟ دابا نسولو، دابا نسولو. اجي تشوف واحد الدرع، واحد السد اللي صاوبوه هنا، الله يعطيهم الصحه بالبيطون. لعب واحد الدور كبير، ما شاء الله.